أهلا بكم في حلقة جديدة من هنا ليبيا. مطار مدينة الكفرة يعود إلى العمل. طبي طبرق يحيي اليوم العالمي للخدج. إطلاق حملة للكشف المبكر لمرض السكري. أعلنت مصلحة المطارات عن منح الإذن بفتح مطار الكفرة الدولي لاستقبال الرحلات المدنية للشركة التجارية، ويأتي هذا بعد توقف المطار عن العمل لفترة ليست بالقصيرة، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين عند التنقل لقضاء مصالحهم الخاصة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مطار الكفرة صالحين البحيري. أهلا بك سيد الصالحين. أولا، منذ متى المطار متوقف عن العمل وما هي الأسباب؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطار لم يقفل أمام الملاحة الجوية، وكان فيه إغلاق لجزئية معينة من المهبط بسبب الصيانة اللي كانت قائمة. بالنسبة للرحلات التجارية توقفت آخر رحلة تقريبا حوالي سنة وستة أشهر، وان شاء الله الان اكملنا المرحله الاولى من الصيانه، وتم طبعا مصادره مصلحه المطارات لمصلحه الطيران المدني لاصدار تصريح بفتح كامل المهبطه للرحلات الجويه. نعم. طيب، في ظل إقفال المطار كيف هو حال المواطن، خصوصا وأن الطريق متهالكة مما يعرض حياة الناس للخطر والحوادث؟ بالنسبة طبعا سكان منطقة الكفرة يعتمدوا اعتماد شبه كلي على الطيران في الحركة وبالتنقل بسبب البعد الجغرافي وسوء الطريق الرابط مع مدن الشمال. نعم. الفترة طبعا المطار كان يعني يقتصر على بعض الرحلات العارضة او رحلات نقل السيولة والإسعاف وبعض طيارات الشحن اللي كانت يعني ساعدت شوية في نقل الركاب في فترة معينة، ولكن نتمنى ان تعود الرحلات في يعني بشكل اكبر من حاليا. في عندنا ان شاء الله الاسبوع القادم هذا رحلة، اول رحلة قطب ليبيا، وشركة البرميط حابة تحتين لجنة في الأيام القادمة برضه لتفقد المطار والوقوف على إمكانية التشغيل رحلات إلى مطار الكفرة. طيب، هل المطار يحتاج إلى صيانة ومعدات باش يعمل بالشكل المطلوب، وما هي تلك الاحتياجات؟ نحن بصراحة لم نصل إلى المطلوب في الصيانة بالكامل، نحن صيّنا جزء معين المهبط، والمرحلة الثانية تم تسليمها اليوم لشركة مطار المعمار المنكسة لمهبط لصيانة مهبط مطار الكفرة، ومش حتأثر الصيانة اللي حتكون توا على تسيير الرحلات إن شاء الله. المطار يحتاج للكثير، عندنا عدة مشاكل قاعدين نحاول نعالج أول بأول، ولكن عندنا حتى مشاكل في يعني في الأمور المالية من قبل الحكومة. طبعا فيه بعض للاسف يعني في بعض العراقيل للشركه اللي نفذت الى الان لم يتم تسديد اي مبلغ يعني بالعقد المرحله السابقه، ونحن بالوضعيه يعني حيكون عندنا صعوبه في يعني توفير الاحتياجات واستكمال الصيانات بشكل عادل، ونحن المنطقه تحتاج يعني تحتاج الكثير في المطار وفي الطريق العام الرابط مع مدن الشمال. مطار يحتاج الى عندنا عدة مشاكل من ضمنها ممرات التوصيل، عالجنا احد الممرات في اليومين السابقه، تم الانتهاء من المعالجه بالامس، ونتمنى انه يكون القادم افضل يعني في الاستكمال ان شاء الله. مدير مطار الكفرة صالحين البحيري كنت معنا، شكرا لك. أحيا قسم الأطفال بمركز طبرق الطبي بالتعاون مع كلية الطب البشري بجامعة طبرق اليوم العالمي للأطفال الخدج، حيث تضمنت فعاليات الأحياء التي ستستمر لثلاثة أيام على ورش عمل ومحاضرات وندوات تحاكي كيفية التعامل مع الأطفال الخدج من حيث تقديم الخدمة الطبية والمساعدة على تأهيل هذه الشريحة من نواحي طبية. نتابع.
اليوم نحتفل بيوم العالمي للخدش اللي هم البريماتيور بيبي، ونحتفلوا به لأن البيبي هذا محتاج منا أشياء واجدة. يعني أول ما يتولد نبو نديروا له كل الحاجات اللي يضمن ان ما تصير لاش اي مشاكل جانبيه ولا تصير له اي مضاعفات، انما مرات ينزل عنده مضاعفات او يصير من بعدين، فنحن ندخله ونشرحه للطلبه والدكاتره اللي في القسم شن هي التدخلات اللي نبو نديروها. فاليوم يوم الخدج المواليد حديثي الولاده، وبالذات الخدج يعني حديثي الولاده هذه تشمل العيل اللي كامل في النمو وفي أشهر 9 شهور، والعيل اللي ناقص في أشهر الحمل. فإن شاء الله حنبدأ إن شاء الله طوى في محاضرة عامة شن الحاجات اللي مهمة جدا اللي يصير للمولود، إيش نحنا ندخله، ثم نوروهم عملي التدخل كيف ننقذ الطفل وكيف نحطه يحتاج جهاز تنفس ولا ما يحتاجش ولا يبي حاجة تانية. فاليوم كله عملي، وإن شاء الله بكرة عندنا النظري للأمراض اللي يجي للمواليد عامة في حديثي الولادة. فبكرة إن شاء الله هيكون يوم نظري ومحاضرات علمية، أما اليوم عملية كلها كلينيك على الطبيعة. والله الطبيب الليبي طبعا حتوريه أكثر إدراكات شني أحسن الحاجات اللي هي طلعت في العالم في الأدوية وفي المعاناة للطفل هذا، وكيف ندير له مراجعات عندي وشني الحاجات اللي يدير له مضاعفات نتفاداها ومأول بول. وتفيز الطبيب الليبي مهم جدا، يعني أنه يتبين على يكون مواكب لهذه الحضارة النظرية والعملية مع الركب العالمي. يعني ما نقعدوش نحن متقوقعين عارفين حاجة معينة ونسيبوا الباقي، فكل يوم up to date يسموه. فإحياء هذه الوركشوب والسيمينارات تحيي العمل الجيد والفعال للنهوض بالطفل الليبي إلى الأحسن. استهدف مشروع لنتعاون الذي تقدمه منظمة أكتد، والتي تعمل على بحث فرص التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في عدد من المدن الليبية، حيث يركز المشروع على الارتقاء بتسيير الأمور الإدارية والمالية لمشاريع دعم المؤسسات الأهلية والمدنية في البلاد، من خلال التعريف بكيفية إعداد التقارير والموازنات وغيرها. نتابع. موجودين اليوم احنا في مشروع لنتعاون، يهدف هذا المشروع الى تعزيز وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا بشكل عام، وحاليا احنا موجودين في مدينه طبرق بشكل خاص. فالخدمه متاعنا حتكون ان شاء الله على المنظمات المحليه الموجوده في بلديه طبرق او في مدينه طبرق دار السلام. اشتغلنا او حنشتغلوا الى مده 5 ايام ان شاء الله في مواضيع عديده، لعل اهمها هو كتابه تقارير وكتابة المقترحات وإدارة المشاريع، وأيضا حتكون عندنا حملات المناصرة. احنا اليوم إن شاء الله موجودين في اليوم الثالث، كانت الاستجابة جدا مميزة من كافة المشاركين. نطمح أن احنا نحقق أهدافنا وأن احنا نرتقوا بالمؤسسات المحلية في المجتمع الليبي بشكل عام، شيء اللي هو حيعكس أو حيترك أثر على المجتمع بشكل أكبر وبشكل أوسع، والارتقاء به فكريا واجتماعيا وأيضا اقتصاديا. خلينا نتفق على شيء، بأن العمل المدني في ليبيا هو يعتبر عمل حديث النشأة أو حديث اللحظة، يعني لأن احنا في ليبيا نفتقر إلى مثل هذه الأعمال بشكل عام. فاحنا اليوم بحاجة ماسة وبحاجة ملحة جدا لمثل هذه البرامج، لأن هي حترتقي أولا بكفاءات الأفراد وبكفاءات الأشخاص ومهاراتهم الشخصية، الشيء اللي حيترك أثر على مهارات أو مستوى المنظمات بشكل عام. رقي المنظمات المجتمع المدني لا شك أنه هو حينعكس بشكل إيجابي وحيترك أثر بشكل إيجابي جدا على المجتمعات المحلية بشكل عام. ولو أخذنا أيضا مثال لدول صديقة ودول مجاورة، فحنلقوا بأن العمل المدني كان له دور كبير
في الارتقاء بثقافة المجتمع وبوضع المجتمع وبوضع الأفراد بشكل عام. طبعا الإضافة أن حيكون في تنظيم جيد للإدارة والمؤسسات وكيفية كتابة المقترحات بشكل احترافي وبشكل بحيث أنك أنت تقدم مقترح لمؤسسة أو منظمة دولية، مجرد ما قدمت المقترح حيكون هذا المقترح مقبول جدا لدى هذه المنظمات أو هذه المؤسسات الدولية، وأعضاء مجلس الإدارة يكون لديهم كيفية كتابة التقارير وكيفية الإدارة المالية وأيضا كيفية كتابة المقترحات في المشاريع القادمة. وفاصل ونعود للمتابعة. بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، أطلقت مؤسسة أبريل للرعاية الصحية حملة توعوية حول الكشف المبكر لمرض السكري، والتي استهدفت المؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات. هذه الحملة التي تم إطلاقها ستستمر لأسبوع كامل، وذلك لنشر ثقافة الكشف عن المرض قبل الإصابة به بين شريحة الشباب داخل المؤسسات التعليمية. طبعا احنا حمله داء السكري هذه باديه من يوم 14 اليوم العالمي لداء السكري بالتعاون مع مؤسسه بريل الطلابيه ومؤسسه لمسه. الهدف منها نحن نوصل بالتوعيه ان الشخص ما يوصلش لمراحل ومضاعفات النهائيه للمرض السكري، وطبعا هذا بيخليه يعيش حياه افضل ذات جوده عاليه وبيقلل مواضيع التكاليف للمضاعفات السكري. فكيف الشيء هذا بيندار؟ بنحاول ننشر التوعيه لأكبر قدر من شرائح المجتمع، زي اليوم مستهدفين طلبة الجامعة الليبية للعلوم التطبيقية بحيث يكون النصح موجه لهم، والنصح هو يوصل للأعضاء الأسرة، يعني اللي هو الأب والأم أو الجد والجدة اللي بيكونوا عادة يعني فوق 40 سنة، اللي هم أكثر معرضين للخطر. فلو وصلنا احنا درنا تشخيص مبكر للناس هي ببعض النصائح اللي احنا تو في الحملة اللي بنديروها، يعني نكون وصلنا للهدف نتاعنا. جايين اليوم احنا نوعوا في الكلية الدولية هنا الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية. احنا مدارين حملة توعوية لمرض السكري، أهمية الكشف المبكر على مرض السكري بتعاون مع اللجنة الدولية والإغاثة ولمسة. واليوم جايين احنا اليوم نوعوا لمرض السكري هكي وعلى أهمية الكشف المبكر للطلبة. وفي الأول كانت حملتنا مشينا في المدارس، وتو احنا جايين للكلية يعني بنشوفوا الكشف المبكر للسكري. انطلقت فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا الدولي 10 للاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة أكثر من 79 شركة محلية وعربية ودولية برعاية الشركة القابضة للاتصالات، ويستمر المعرض لأربعة أيام. انطلقت فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا الدولي 10 للاتصالات وتقنية المعلومات المقام على أرض معرض طرابلس الدولي برعاية الشركة القابضة للاتصالات وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الاقتصاد والتجارة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا ومديري الشركات المشاركة بالمعرض ورجال الأعمال المهتمين بهذا الشأن. احنا اليوم متواجدين في الحدث هذا لتوقيع اتفاقية اطلاق خدمات خاصة بتقديم مجموعة من المنتجات التقنية لزبائن مصرف الصحاري، وذلك بتوفير خدمة صحارى موبايل لتمكن زبائن مصرف من اتمام العمليات وتنفيذ مجموعة من خلال تطبيق صحارى موبايل. شارك بهذا المعرض عدد من الشركات المحلية والدولية بعروض لمنتجاتها وآخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال، كما تضمنت أجندة المعرض مجموعة من المحاضرات النظرية التقنية والتي تستمر على مدى أيام المعرض. كذلك تخلل البرنامج العام عدة مناشط وسحوبات على هدايا لأغلب الشركات المشاركة لتوعية الجمهور بالشركات متاعنا والخدمات متاعنا والمساهمة في تطوير المجتمع. يعني باش نوريهم احنا الجوانب متاعنا، عرض خدمات الخدمات متاع الشركات التابعة للجمهور. يهدف الملتقى إلى فتح باب التواصل مع المهنيين وصناع القرار في مجال الاقتصادي الإقليمي، كما يفتح مجالا لتحفيز الاستثمارات الخارجية والمحلية للراغبين في إنشاء المشاريع الخاصة في مجال الاتصالات. عز الدين أبو العوينة، WTV، طرابلس. اختتمت بمبنى جهاز تنفيذ المشروعات في طرابلس فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان الاعتمادات المصرفية ونظام السويفت الدولي تحت إعداد وتنظيم قسم شؤون التدريب بإدارة تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع شركة دار الفكر للتدريب والاستثمارات، حيث استهدف هذا البرنامج عدد 14 موظفا من موظفي إدارة الشؤون المالية، إدارة العقود ومكتب الشؤون القانوني. واستمر هذا البرنامج لمدة أسبوع تدريبي. الدورة التدريبية هي تتعلق بأساسيات بعض العمليات التجارية المصرفية، من بينها الاعتمادات والضمانات ونظام شبكة سويفت الدولية المالية. أساسيات الاعتمادات تحتاج لأكثر من أسبوع، فإحنا بحكم أن الجهة اللي أو موظفي الجهة اللي تتلقى فيها المعلومة هي بمثابة الزبون بالنسبة للمصرف، فالدورة تختلف لما تتقدم لموظف مصرف من تقديمها لموظف في جهاز تنفيذ مشروعات سكنية. طبعا الدورة هذه خاصة بالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والسوفت الدولي، وساهمنا فيها مع التعاون مع المدرب سالم، مدرب دكتور خبير، دكتور مدرب دولي يعني لي 30 سنة في هذا المجال وهذا التخصص. ويهدف هذا البرنامج إلى معرفة موظفي الجهاز على نظام عمل الاعتمادات المصرفية ونظام السوفت الدولي ولما له من أهمية في إطار حجم عمل الجهاز، وحيث شارك في هذا البرنامج لحوالي عدد 14 متدرب على مستوى الإدارات اللي ذكرناها. ونشكر في الختام السيد مدير عام الجهاز اللي هو مهندس محمود عجاج وسيد المساعد مدير عام اللي هو مهندس طاهر الشريف على دعمهم المتواصل في تأهيل ورفع ودفع عجلة التدريب للأمام لتأهيل ورفع كفاءة موظفي الجهاز. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، أمسية طيبة وإلى اللقاء.
نبدأ جولتنا مع موقع صحيفة العرب الجديد والتساؤل. لا صوت يعلو اليوم فوق صوت كرة القدم، والحديث عن بداية مونديال كأس العالم قطر 2022 الأحد القادم، ولكن هناك حدث كروي آخر من نوع خاص أقيم في لندن، حيث بيعت هناك الكرة التي سجل بها الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا هدف ربع نهائي كأس العالم عام 1986 ضد إنجلترا بقيمة 2 مليون جنيه استرليني في مزاد علني أمس الأربعاء. كان من المتوقع أن تباع كرة أديداس أزتيكا البيضاء اللون التي كانت مملوكة لحكم المباراة التونسي علي بن ناصر بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني، أي 3.6 مليون دولار، عندما تم عرضها في مزاد جراهام باد في المملكة المتحدة. يأتي ذلك بعد 6 أشهر من بيع القميص الذي ارتداه مارادونا في المباراة ذاتها بحوالي 9.3 مليون دولار، أي أكثر من ضعف القيمة التي توقعتها دار سوثبيز حينها. تم استخدام الكرة المستوحاة من الهندسة المعمارية والجداريات لحضارة الأزتيك لمدة 90 دقيقة كاملة من المباراة التي أقيمت في مكسيكو سيتي عام 1986 قبل سنوات من بدء نظام استخدام عدة كرات في المباراة، وشهدت تلك المواجهة المثيرة آنذاك تصعيدا حادا بسبب التوترات السياسية التي أعقبت حرب فوكلاند عام 1982، وسجل بها أشهر هدفين في تاريخ المونديال، واحد سيء السمعة والآخر قمة في الروعة على ملعب أستيكا الشهير.
تكلمنا يا رحمة. حقرة ري خايف، حقرة خايف. كلمونا يا شباب. صوت ضعيف، عندي صوت ضعيف، خليهم يكلموني ترى. ما نسمعش فيهم. هاي بارفي انا. نسمع انا نطمن بصوت المخرج يعني يكون معنا. اضرب عندك يا ياسين. كل اكل الغمه تسمع بها هكيك وش يعمل لك. هذا تو نسمع. هذا تو نسمع فيه. اكيد تسمع كان في المخرج. هذا ديما يجيني، هذا كان نعرفه من هو بس. هذا كان نعرفه مني بس ديما يجيني في نسخة الرأي العام. لهو الخفي. حاضر ايلا. مستحيل نعرف يا حاج، والله ما مستحيل نعرف. خلاص. كان في الطاولة والقهوة هذه. مرحبا بكم مشاهدينا في وسط الخبر، يقدمه لكم فرج الفرجاني ودرع عبد المجيد. وكالعادة البداية بالعناوين. توتر بين أثينا وطرابلس بعد رفض وزير الخارجية اليوناني استقبال نجل الميقوش له في مطار مايتيكا.